عن هذا الملف ينضم إلي دكتور ثابت أبو راس، المحاضر الجامعي والمدير المشارك في مبادرات صندوق إبراهيم. مساء الخير دكتور ثابت. في قراءة الخارطة السياسية الإسرائيلية، هل وفق تقديرك يستطيع نتنياهو فعلا قطع الطريق على من يسعى لتشكيل حكومة بديلة بميزان القوى الحالي؟ نعم، أنا أعتقد أن نتنياهو يناور هذا الأسبوع، مع فرصة أسبوع كامل، يناور من أجل تركيب حكومة من 61 عضو. الإمكانية ضئيلة جدا، لأنه للحقيقة الأحزاب السياسية الرئيسية القائمة اليوم في الكنيسة لا تثق في نتنياهو. دعينا نتذكر أنه في الخمس سنوات أو في الثلاث سنوات الأخيرة كان هناك خمس معارك انتخابية كلها على رأس نتنياهو. الآن يعني سار جربه، أعلن أنه تكفحد شا حزبه مش راح يشارك، حزب كحول لبان بزعامة جينيتس مش مستعد يشارك. هو يستطيع التقاط بعض الأعضاء الكنيسة اللي من حزب يمينه اللي عمليا تشرذم وانتهى دوره، وعلى رأسه شكيد وروتمان وسيلمان وشيكلي، وأيضا هؤلاء يعني يستطيعون الوصول معه إلى 60-61 مش أكثر. أنا بعتقد في التالي الليكود يجب أن يقرر ماذا يريد. هل يريد حكومة ثابتة أم أنه يريد حكومة 60-61 كما كان حتى الآن غير ثابتة؟ رأينا أن مشاكل في المجتمع الإسرائيلي تتفاقم تتعاظم، أزمة غلاء من جهة، الكورونا يعني مرة أخرى موجة جديدة من الكورونا، نضف إلى ذلك أنه حالة الشرذمة السياسية في إسرائيل بالتالي تضرب في الديمقراطية الإسرائيلية، يعني الأوضاع العامة غير مهيئة. لذلك أنا أعتقد أن نتنياهو لن يستطيع في التالي تركيب هذه الحكومة، وإذا استطاع سنكون في معركة انتخابات جديدة خلال 6 أشهر حتى سنة جديدة. نعم. طيب يعني هذه الحكومة لن تكون ثابتة في التالي. دكتور ثابت، ماذا عن تصريح أيالة شكيد؟ يعني هل باعتقادك سيسارع نتنياهو في ضمها إلى حكومته، وكيف يغير ذلك؟ يعني هذا التصريح في حال أيضا انضمت شكيد، كيف يغير من مشهدية الخريطة السياسية؟ للحقيقة أنه شكيد، أيالة شكيد لها معارضة قوية جدا في داخل حزب الليكود، وإذا أتت حقيقة ستكون في المقدمة. هناك صراع على من يخلف نتنياهو من اليوم، لذلك هناك قوة كبيرة في داخل الليكود مش غير معنية. السؤال، هل يستطيع نتنياهو إقناع حزبه في التالي أو قيادة حزبه اللي داعمينه في هذه المرحلة في الجولة هذه الجولة إنه يضمها؟ أنا أعتقد أن هناك إشكال، لكن تستطيع أن تأتي كوزيرة من خلال إذا استطاعت المحافظة على حزب يمينة من 3 أو 4 أعضاء، عند ذلك في هناك إمكانية أن تنضم. ولكن حتى لو انضمت، أنا أعتقد أن الوصول إلى 59 و60 مقعد في هذا الائتلاف سيكون صعب أن يشتغل ينشط بشكل خاص أمام التحديات اللي ذكرتها في المجتمع الإسرائيلي. لذلك أعتقد أنه في التالي ذاهبون إلى انتخابات. نتنياهو يفكر أيضا أنه سيربح من الانتخابات. من يحاول اليوم أيضا المفاوضة وإقامة الحكومة فليس فقط الليكود، رأينا حزب جفني مثلا، جفني من يهدوت التراء الذي يرى أنه سيخسر مقعدين على الأقل صالح حزب سموتريتش وبن غفير الذي تتعاظم قوته. ففي كل الحالات أنا أعتقد أنه الآمال ضئيلة لتشكيل مثل هذه الحكومة، ولكن هناك إمكانية قائمة. دكتور، دعنا لا ننسى أيضا أن الائتلاف الحكومي اليوم يجتهد لتشريع قانون والتصديق على قانون يمنع متهم بقضايا جنائية من أن يشكل حكومة. السؤال، ما هي حظوظ التصديق على قانون من هذا النوع في الفترة الحالية؟ أنا أعتقد صعب. نعم، القانون الذي قدمه جدعون سار هو قانون لكل مجتمع ديمقراطي، لا يمكن أن نتنياهو يستمر في هذه الظروف. لكن رأينا أن رئيس الحكومة نفسه بنت عارض سيصوت ضد هذا القانون، وفي هذه المرحلة السياسية الحرجة أنا أعتقد أن أعضاء الكنيسة من حزب يمينة حزب بنت نفسه اللي يناورون الآن سيصوتون ضد على هذا الاقتراح. لهذا السبب
أنا أعتقد أن إمكانية مرور هذا القانون ستكون صعبة جدا أيضا. طب دكتور، ويعني إن حصل وفعليا تم تشريع قانون من هذا النوع على الرغم من أن احتمالات ذلك ضئيلة، هل ينذر ذلك بإنهاء الأزمة السياسية في إسرائيل بما أنها تتمأسس ربما على شخص نتنياهو وبشكل أو بآخر ربما على مستقبله القضائي؟ الحقيقة أن اقتراح القانون الذي يحاولون تمريره الآن بالنسبة لنتنياهو يتحدثون أنه من المرة القادمة وليس هذه المرة، لكن هو قانون مهم جدا لكل مجتمع ديمقراطي حسب رأيي. سيضعف نتنياهو لا شك تمرير هذا القانون، ولكن لن يمنع منه أنه يكون على رأس حزب الليكود. أعضاء الليكود يعرفون أن شعبية نتنياهو تأتي من الشارع وليس من مركز الليكود. لهذا السبب أنا أعتقد أن نتنياهو سيكون بقيادة الليكود على الأقل في معركة الانتخابات القادمة إذا حدثت. ربما أيام يعني حاسمة على المستوى السياسي والمشهد السياسي الإسرائيلي بانتظارنا دكتور، هل من الممكن أن تكون هنالك مفاجأة ربما تتمأسس على شخص آخر غير نتنياهو ستغير من موازين القوى السياسية باعتقادك خلال الفترة القادمة؟ لا أعتقد ذلك. أنا باعتقادي أن يعني نتنياهو هو قوي جدا في حزب الليكود، وحتى الآن فيش هناك قيادات، رأينا أن القيادات الليكودية اللي ممكن تخلفه في المستقبل كلها تسير ورائه في هذه المرحلة على الأقل، ولكن السكاكين بدأت تشحذ والكل بحضر حاله. هناك أكثر من 4 إلى 5 قيادات في داخل الليكود يرون أنه ممكن يخلفوا نتنياهو، لكن ما القضية تتعلق في نتنياهو نفسه إذا مستعد ينسحب. أنا لا أرى أن نتنياهو سينسحب من الحلبة السياسية في السنوات القادمة. ونحن سنستمر طبعا بمتابعة التغيرات والمستجدات أيضا في المشهد السياسي الإسرائيلي عن قرب. جزيل الشكر لك دكتور ثابت أبو راس، المحاضر الجامعي وأيضا المدير المشارك في مبادرات صندوق إبراهيم، شكرا جزيلا لك.